لسه مكملين في الدوري الانجليزي ونروح لقمه تانية برضه في الدوري الانجليزي، وكانت بين ارسنال وبين تشيلسي اللقاء اللي انتهى بفوز ارسنال بهدف وحيد على ملعب ستانفورد بريدج معقل تشيلسي في الجوله ال 15 للدوري الانجليزي الممتاز. سجل جابرييل ماجالايس هدف اللقاء الوحيد في الشوط الثاني لارسنال، والمباراه دي شهدت ظهور المحترف المصري محمد النني، واللي دخل كبديل في الشوط الثاني بدلا من مارتينيلي. الفوز ده طبعا بيرفع رصيد ارسنال ل 34 نقطه، وبيستعيد صداره الدوري الانجليزي مره تانيه بفارق نقطه عن مانشستر سيتي. الناحيه التانيه اتجمد رصيد تشيلسي عند 21 نقطه في المركز السابع، وطبعا ده الفوز الثالث على التوالي لارسنال على ارض تشيلسي في الدوري الانجليزي، ووصل لاربع مباريات متتاليه دون خساره في ستامفورد بريدج. فرحانين جدا طبعا بظهور محمد النني امبارح، ظهور مميز جدا، ودايما محمد النني مبقاش واخد حقه شويه، بيبقى بصراحه محمد صلاح طبعا عشان ارقامه الكبيره جدا بتفرق بشكل كبير مع ليفربول. محمد النني امبارح شارك وفي حاجه كده ظهرت في الدوري الانجليزي، قالوا ان ارسنال زي الفيل اللي بيطلع الشجره، كله مستني في كل ماتش لارسنال هيقع امتى من على قمه الدوري الانجليزي، ولكن واضح ان الفيل لسه مكمل على القمه.